بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده حمد الأولين والآخرين وحمدا ملء السماوات والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر. رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وادبا. رب تمن بالخير والسعادة والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. ثم بعده إيراد وجواب. إيراد على ما سبق من النزاع مع الكرامية، هم يطلقون اسم الجسم والجوهر على الله سبحانه وتعالى بمعنى الموجود لا في موضوع، وكذلك بمعنى القائم بذاته، ففيهما نزاع مع الكرامية. نعم. ذكرنا أن هذا الإطلاق ليس بجائز حتى على قول من قال بعدم التوقيف في أسماء الله تعالى. إذن أولا أورد إيراد وأجاب عنه هذا إطلاق المجسمة والنصارى اسم الجسم والجوهر على الله سبحانه وتعالى. ذكرنا هذا الإطلاق بمعنى ينبغي ويجب تنزيه الله تعالى عنه عن ذلك المعنى. نعم. ثم فإن قيل كيف صح إطلاق الموجود والواجب والقديم ونحو ذلك مما لم يرد به الشرع؟ الأئمة قاطبة يطلقون كلمة الموجود أو اسم الموجود على الله تعالى والواجب والقديم ونحو ذلك، فهذه الأسماء ما وردت به الشرع، فإذا كيف إطلاق هذه الأسماء على الله تعالى؟ الذي يقتضيه كلامه السابق أن هذا ليس بجائز. إذن ما هو المسبق لهذه الإطلاقات؟ قلنا بالإجماع، يعني إطلاق هذه الأسماء على الله تعالى بالإجماع، والإجماع من الأدلة الشرعية، فإذن فيه توقيف. نعم. لكن ليس توقيف النص، بل هذا توقيف الإجماع، وهو من الأدلة الشرعية يثبت به جواز إطلاق اسم على الله تعالى مثل الموجود والواجب والقديم وأمثالها. ثم وقد يقال، يعني أولا هكذا أجاب عن هذا الإيراد، ثم يجيب الشارح بجواب آخر، وهذا قوله وقد يقال، يعني يقال في جواب هذا الإيراد والإشكال إن الله والواجب والقديم ألفاظ مترادفة والموجود لازم للواجب
وإذا ورد الشرع بإطلاق اسم بلغة فهو إذن بإطلاق ما يرادفه من تلك اللغة أو من لغة أخرى فما يلازم معناه. هكذا يجاب. لكن حينما عبر الشارع بقوله وقد يقال فيه إشارة إلى التضعيف هذا الجواب، ثم صرح به بقوله وفيه نظر. هكذا قد يجاب لكن في هذا الجواب نظر. نعم. ما هو الجواب؟ جواب يعني أن الله كلمة الله اسم الله كذلك اسم الواجب اسم القديم، هذه ثلاثة مترادفة. الموجود ليس بمترادف بل هو لازم للواجب. الموجود يعني أن الله والواجب والقديم، الفاظ المترادفة والموجودة يعني يقال إن الموجودة، إن اسم الموجود لازم للواجب. لو كان هذا مترادف وهذا لازم ما هو مفاده؟ هذا الذي يقول وإذا ورد الشرع بإطلاق اسم بلغة، بلغة يعني بلغة عربية، هذا ورود الشرع بإطلاق الأسماء العربية فهو إذن بإطلاق ما يرادفه من تلك اللغة أو من لغة أخرى. ما يرادفه إما من تلك اللغة يكون من العربية أو من لغة أخرى، يعني ترجمت هذه الكلمة من لغة أخرى، من لغة هندية أو إنجليزية أو روسية أو صينية، هكذا لغات مختلفة. فإذا يجوز إطلاق مترادف هذا الاسم من لغة أخرى وما يلازم معناه، كذلك إطلاق ما يلازم معناه، معنى الاسم الأول الذي ورد الشرع بإطلاقه. إذن وما يلازم معناه عطفنا على قوله ما يرادفه، يكون المعنى وهو إذن بإطلاق ما يرادفه كذلك إذن بإطلاق ما يلازمه. فإذا هذه الأسماء من ذلك القبيل، يعني كلمة اسم الله ورد الشرع بإطلاقه فإذا يرادفه الواجب والقديم، فإذا يجوز إطلاقهما عليه تعالى، وكذلك الموجود لازم له يجوز إطلاقه من هذا الوجه. هكذا أجاب ثم قال وفيه نظر، يعني هذا ليس بجائز. هكذا قيل، هذه مسألة يعني مختلف فيها، أولا هل يجب التوقيف أو لا يجب التوقيف، ثم من قال بالتوقيف اختلف هل يجب يعني ورود نفس الاسم أو هل يكفي ورود الاسم الذي يشتق منه، يعني لو أراد اسم يجوز المشتقات منه. هكذا يعني رأي آخر. نعم. وهنا كتب في كتب جند الله في حاشيته وفيه نظر بيانا لهذا النظر، ماذا قال؟ إذ الترادف ممنوع، يعني الترادف بين الكلمات ممنوع. متى يكون الترادف؟ لو كان يؤدي اللفظ الثاني تمام ما يؤدي بدون زيادة ما يؤدي اللفظ الأول، يعني أحد اللفظين يؤدي معنى الثاني معنى اللفظ الآخر، كيف يؤدي؟ بدون زيادة في معناه وبنقصان. هكذا هل يكون لفظان كلمتان؟ حاشا وكلا. لذلك قال الترادف ممنوع أولا. هذه المسألة بينه الإمام السيوطي رحمة الله عليه في كتابه المزهر، كتاب المزهر في فن فقه اللغة. نعم، هذه مسألة يبحثها في علم فقه اللغة. نعم،
ثم وعلى تقدير التسليم لو سلمنا أن الترادف موجود فالإذن بأحد المرادفين والملزوم ليس إذنا بالمرادف الآخر أو اللازم ليس إذنا لماذا؟ إذ قد يكون فيه إيهام ما يليق بذاته تعالى يعني هذا اسم إطلاقه ليس فيه إيهام وقد ورد الشرع به لكن إطلاق مترادفه يكون فيه إيهام إيهام ما لا يليق بذاته كيف يكون في هذا المرادف إيهام لم يكن في الأصل الذي ورد به الشرع إيهام في اللفظ الثاني في الاسم الثاني كان إيهام كيف هذا كستلي ذكر يعني في مصلح الدين هو ذكر في حاشية الدين بسبب اشتراك أو أصل اشتقاق هكذا ثم يكون هذا اللفظ الثاني مشترك الاسم الثاني مشترك والاسم الأول الذي ورد الشرع بإطلاقه على الله تعالى ليس بمشترك فإذا من وضع هذه الكلمة الثانية وضع اشتراك يأتي هذا الإيهام أو يكون يعني من أصل اشتقاق يكون في هذا المشتق منه معنى يوهم هكذا فالأمر فيه توقيفي لذلك لا يجوز إطلاق المرادف بل يجب التوقيف فالإذن من صاحب الشرع واجب على مذهب الشيخ الأشعري رضي الله عنه نعم وأما مذهب المعتزلة والكرامية أنه إذا أدرك العقل على ثبوت معنى من المعاني لذاته صح إطلاق ما يدل عليه من الألفاظ من غير توقيف على الإذن من الشارع هذا مذهبهم يجوز إطلاق اسم حتى لو أدرك العقل على ثبوت معناه كيف من غيرها من نوع يدل يجوز ماذا إطلاق هذا الاسم من غير توقيف من الله تعالى نعم هذا قول المعتزلة والكرامية وافقهم من أهل السنة أبو بكر الباقلاني رحمة الله عليه هذا وافقهم في أصل هذا القول لكن عنده شرط آخر لكن اشترط ألا يكون لفظا موهما لما لا يليق بذاته تعالى هؤلاء الكرامية بناء على مذهبهم أطلقوا اسم الجسم والجوهر على الله تعالى مع الإيهام يعني هؤلاء لم يشترطوا هذا القيد هذا الشرط عدم الإيهام لكن الإمام الباقلاني رحمه الله قيد هذا المذهب هذا الإطلاق بأن لا يكون في هذا الإطلاق إيهام بما لا يليق بذاته تعالى وهذه المسألة بينها في شرح العقائد العضدية للدواني أيضا فيه شيء من التفصيل أكثر من هذا وكذلك بينا هذه المسألة ابن حجر الهيثمي رحمة الله عليه في تحفة المحتاج له تحت قول المنهاج الجواد يعني في مقدمته هكذا ورد اسم الجواد هناك بحث عن هذه المسألة نعم إذن للإمام الغزالي رحمه الله شيء من التوسيع في هذا المذهب وبعض من المسامحة لكن رده الإمام ابن حجر الهيثمي رحمة الله عليه في تحفته نعم ثم فإذا هنا إمام طبرزاني نص أنه على أنه لا يجوز إطلاق اسم مرادف لما ورد من الأسماء في الشرع في الشرع ورد اسم أو أسماء هل يجوز إطلاق مترادفاته من لغة أخرى يعني إطلاق ترجماته من لغة أخرى لا يجوز هذا نعم ولا مصور ثم ليس بمصور
الله سبحانه وتعالى ليس بمصور أي ذي صورة وشكل مثل صورة إنسان أو فرس لأن تلك من خواص الأجسام تحصل لها بواسطة الكميات والكيفيات وإحاطة الحدود والنهايات فإذن الله سبحانه وتعالى منزه عن الكميات والكيفيات وإحاطة الحدود والنهايات لذاته منزه لذلك منزه عن الصورة كذلك منزه عن الشكل ثم ولا محدود كذلك الله تعالى منزه ليس بمحدود يعني منزه عن حد ونهاية أي ذي حد ونهاية ولا معدود أي ذي عد وكثرة يعني ليس محلا للكميات المتصلة العدد هو كمية متصلة فإذا معنى قوله ولا معدود أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الكميات المتصلة كالمقادير ولا المنفصلة لا يعني العدد كمية منفصلة إذن هذه الصورة والشكل والحد كلها يعني من الكميات المتصلة أما العدد هو كمية منفصلة فمراد المصنف أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الكميات كلها المتصلة والمنفصلة جميعا كالإعداد وهو ظاهر لماذا؟ لأن الله تعالى ليس جسما ولا جوهرا كما ذكرنا فهذه الكميات المنفصلة بالمتصلة تعرض للأجسام ثم ولا متبعل الله سبحانه وتعالى ليس بمتبعل ولا متجزئ ولا متركب أي ذي أبعال واجزة فكذلك ليس متركبا منها أي من الأجزاء لما في ذلك من الاحتياج المنافي للوجوب يعني التركب هو يحتاج كذلك التبعل والتجزؤ كلها يحتاج كلها لما في كل ذلك يكون في كل ذلك في كونه متبعلا أو كونه متحيزا أو كونه متركبا يوجد في كل هذا احتياج الاحتياج مناف للوجوب الاحتياج مناف للوجوب نعم لماذا كان مناف للوجوب هذا الافتقار هو علامة الحدوث والإمكان كما سبق فما له أجزاء يسمى باعتبار تألفه منها متركبا وباعتبار انحلاله إليها متبعلا ومتجزئا فما له هذا فرق بين بيان الفرق بين قوله ولا متبعل ولا متجزئ ولا متركب ولا متبعل لماذا نفى هذا ما هو مقتضي نفي التبعل والتجزئ والتركب اذكر عصام الدين في حاشيته نفي التبعل والتجزي والتركب يؤول إلى واحد كلها يرجع إلى أمر واحد وكأن الداعي إلى نفي التبعل والتجزي والتركب إيهام إضافة الشرع الوجه واليد والرجل واليمين إليه تعالى هذه الأمور يعني هذا الشرع يعني نصوص الشرع الآيات والأحاديث في بعضها إضافة الوجه واليد والرجل واليمين إلى الله سبحانه وتعالى هذا يقتضي البعض والجزء والتركب هكذا يقتضي ظاهر هذه النصوص فإذا بين المصنف الحقيقة في هذه المسألة ثم ما هو الفرق بين التبعل والتجزي هذا الذي يذكر بعده وقد يحمل التبعل على الانقسام العقلي والوهمي والتجزي على الانقسام بالفعل هكذا فرق
وهذا مراد من قال يعتبر بالتجزئة الانحلال إلى ما منه التركيب بخلاف التبعض. هكذا ذكر فرقا ثم يذكر فرقا آخر. ولك أن تريد بالتبعض كونه مضافا إليه البعض كبعض الإنسان، وبالتجزي كونه ذا أجزاء. ولك أن تقول المراد بنفي التبعض نفي إضافة البعض إليه، ونفي التجزي نفي إضافة الجزء، وبالتركيب نفي إطلاق الكل والمركب فلا تكرار أصلا. نعم هكذا إيراد هذا تكرار. أولا قال لا متبعل، ثم قال ولا متجزي، ثم قال ولا متركب، فيه تكرار هكذا إيراد. فإذا هذا إسام الدين أجاب عن هذا الإيراد صريحا. فقول الشارح فما له أجزاء يسمى باعتبار تعلبه منها متركبة وباعتبار انحلاله إليها متبعلا ومتجزئا. ففي هذا أيضا إشارة إلى الجواب عن هذا الإيراد. نعم. ثم ولا متناه لأن ذلك من صفات المقادير والأعداد، فالله سبحانه وتعالى منزه عن المقدار والمقداريات والعدد والعدديات. نعم. ولا يوصف بالمائية. ثم المصنف ينفي عن الله تعالى وينزهه عن المائية. هنا في نسخة كتابي هذا بالهمزة يعني المائية بالهمزة، لكن في بعض النسخ بالماهية بالهاء. أعتقد كلاهما صحيح. نعم. ما المراد بالماهية البائية؟ يعني مراده المراد بقول الناس ما هو، الناس يسألون ما هو، لهذا السؤال معان مختلفة من معناها من أي جنس هو، هذا معنى من معانيها. يعني ما هو يستعمل للسؤال عن جنس الشيء، فإذا يكون معنى هذه العبارة ولا يوصف بالماهية معناه أن الله تعالى منزه عن المائية أو الماهية، يعني عن المجانسة للأشياء. الله تعالى منزه عن الجسمية كذلك عن النوعية. هذا متى يكون؟ لو كان اشتراك ذاته تعالى لغيره، والله تعالى منزه عنه حاشا وكلا لا يكون هذا الاشتراك، لذلك لا يوصف بالمائية. لأن مائية معناه هو المجانسة للأشياء، لأن معنى قولنا ما هو من أي جنس هو، لأن معنى قولنا هذا علة لتفسير المائية بالمناسبة بالمجانسة، كأنه يقول فسرت المائية بالمجانسة للأشياء لأن معنى قولنا ما هو من أي جنس هو، معنى قولنا ما هو معناه من أي جنس هو، هذا سؤال عن الجنس. فإذا مائية هو يعني نسبة إلى ما هو أو إلى ما فقط. نعم. معناه المجانسة. ثم هذا علة والمجانسة لماذا كان منزها؟ لأن المجانسة توجب التمايز عن المجانسات. لو كان لذات الله تعالى جنس ينبغي في الجنس ما يشاركه كثيرا، ثم هو يتميز بالشخصية بالتشخص هو يتميز أو بالتنوع يتميز نوعا، إذن هذا التميز يجب التمايز عن المجانسات. كيف يكون هذا التمايز؟ بفصول مقومة فيلزم التركيب. يعني لو ذكرنا أو لو سئلنا عن الإنسان وماهيته، سئل ما هو الإنسان، فالجواب
إن الإنسان حيوان ناطق. نعم، حيوان ناطق. فإذا للإنسان هناك مجانسات، يعني سائر الحيوانات كلها تتجانس الإنسان في هذا الجنس. ثم الإنسان يتميز عن سائر المجانسات بفصل الناطق. فإذا الإنسان مركب من من الحيوانية والنطقية. نعم، هكذا يكون المعنى. هذا منزه في حق الله تعالى، منزه في حق الله تعالى. نعم، ثم هذا جملة ما هو ليس للسؤال عن المجانسات في الجنس، بل هذا يستعمل لمعاني أخرى أيضا. يذكر أحمد الخيالي رحمه الله في حاشيته، صرح به السكاكي، يعني معنى قولنا ما هو من أي جنس هو، من صرح السكاكي وغيره من علماء اللغة والبلاغة. وهذا المعنى هو الذي نفي عنه تعالى. نعم، لها معان أخر للمائية، معان أخر. ما هو مثل السؤال عن الحقيقة أو الوصف، ولا يتعلق ربنا بذلك. لو كان السؤال عن الحقيقة يرجع نفس المحذور. لماذا؟ الحقيقة مركبة من الجنس والفصل، أو من الجنس والنوع والفصل، هكذا هو مركبة. فإذن يكون يرجع نفس المحذور. أما لو كان هذا سؤالا عن الوصف فلا محذور هناك. على كل حال هذا ليس من غرلنا، لذلك لم يبين. ثم ولا بالكيفية، يعني لا يوصف بالكيفية. كيفية ماذا؟ كيفية يعني ما يدرك الأعراض المحسوسة بالحس الظاهر والباطن. ذكره نقل حسام الدين في حاشيته عن المواقف، عن شرح المواقف، ويقول في شرح المواقف: اتفق العقلاء على أنه لا يتصف بشيء من الأعراض المحسوسة بالحس الظاهر والباطن كالطعم واللون والرائحة واللمس مطلقا، وكذا اللذة الحسية وسائر الكيفيات النفسانية من الحقد والحزن والخوف ونظائرها. فالله سبحانه وتعالى منزه عن الاتصاف بالحقد والحزن والخوف ونظائرها، فإنها كلها تابعة للمزاج المستلزم للتركيب المنافي للوجوب الذاتي. لماذا كان الله تعالى منزها عن هذه الأوصاف، يعني المحسوسات، أعراض محسوسة مدركة بالحس الظاهر أو الباطن، ثم بعد ذلك اللذة العقلية، أيضا منزه عن اللذة العقلية. لماذا؟ كل هذا تابعة للمزاج، المزاج مستلزم للتركيب، يعني هو مركب. هذا التركيب ينافي الواجب الذاتي كما سبق. ثم أما اللذة العقلية فنفاها المليون وأثبتها الفلاسفة، هذا فلا وجه لتخصيص المتن. فإذا اللذة العقلية الله تعالى منزه عنها أيضا. كل هذا يشير إليه الشارح. فلا بالكيفية من اللون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وغير ذلك مما هو من صفات الأجسام والتوابع المزاجي والتركيبي. إذن ما يكون من صفات الأجسام هذه الأمور، ثم بعده ما يكون تابعا للمزاج والتركيبي. ما هو هذا؟ الحزن، نعم، الحقد، الخوف وأمثالها. الله تعالى منزه عن كل هذا. ثم ولا يتمكن في مكان. لماذا؟ لأن التمكن عبارة عن نفوذ بعد في بعد آخر. نقرأ فيما بعد إن شاء الله.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما أخطينا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.